لبسنا انوسيدرا، جهزنا حالنا لانه بدنا نروح عند عصام. بس الفكره مو هون، الفكره انه الله يستر ما رح نروح اصلا. يستر سيدي عم تقول لي انا متاكده الشوارع حتكون مسكره وما رح نروح. لانه صار فينا قبل نفس السيره نفس القصه. ممكن لانه شوارع عصام ورجيني مسكره. ما شاء الله الاخضر هذا كثير حلو عليكي، شايفين قديش حلو على لبس البيجامه؟ حتى انا بيجامتي كثير حلو على لبس طلعت. اوكي هيك رح اعمل شويه تعديلات سريعه. ما حاسه حالي فجاه دخت سيدرا. حتى هدلوله شوفي، هنا هدول اللي جايبتهم المكياج بس طقم مع بيجامتك. حطيهم هيك، ما بدينا خليهم شعراتك. انا ما بدي طقمش. انا هون يا عن جد دخلت. يا مو عن جد، عن جد يعني. عن جد يا جماعة الفول اللي ما راح احط كونتور تغري. حباشر اباشر الحين، اباشر دحين. انا دحين هي جداوية. دحين بدي احط دحين انا عم حط لا بدي احط جيل اول شيء. دحين بدي احط جيل. شوف مرايتي 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 كم سنة لليوم. أنا كم مرة شو كملوا؟ كم مرة انقهرت ولا كم مرة زعلت؟ لا الحمد لله ما عنا هالحركة. نحن ما بنزعل. نحن ما بنزعل، نحن ما عنا أحساس. نحن بلا أحساس. نحن بلا أحساس. الحمد لله. الحمد لله. شو رأيكم أنتم؟ لا نحن مو بني آدمين. شو رأيكم؟ مو بني ادمين؟ نعم بمزح يعني. ما تفكروا انه احنا مو بني، انا قصدي انه ما تفكروا احنا مو بني ادمين. لا اكيد احنا عندنا مشاعر، بنحس، بنات حساسين. بس ناح بعض ناس رفعت حاجبي كثير يعني شيء، انه لاني انا اخر مره رحت على الصالون قصيت حواجبي. يا مرايتي قصاري نقصار كم سنة لليوم. أنا كم مرة زهقت يا مرايتي يلي بتعرفي حكايتي. احكي له عني. حكاية تغني؟ برأيي ما تغني. هيك برأيي يعني، هيك برأيي ما تغني. خلص هيك. لا الجمال ده، الجمال ده لك. اخ قولي بالك لك. اخ بس على ما يفهم بس. اوكي صرنا جاهزين لليوم. انا اول مره بلبس اخضر، ما بحب الالوان، بس انه هلا صايره احبها. بس العكس، لا بقتلها ولا لا، لا بقلها اللون الاخضر الاساسي كله لايبلي. صدقيني لا بقتلك. انا بقول لك شيء غلط، بقول لك شيء ما حلو خلص. تثقي بذوقي وبكلامي. في شي ناقص؟ كل شي بقول لك اياه. هل هو شيء ناقص؟ شوفوا حطيت كحل ابيض قلبي عيني. هي شاي الاخضر تبعي. كحل ابيض بس من قدام حطيتي صح؟ وبقلب عيني طالعه مثل الغزال. الغزالة رقيقة من الناس الحلوة سيئة. تق 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 يا سيدي يا جمال. هيك كمان كون حطيت البلاش، حمرت وشي بالبلاش. No way. بس انه كثير هون حطيت يعني. انا What are you doing؟ احنا بعد نحكي مع حالنا نضحك عادي. نو واي يا الله. كنت حامل الموبايل فجأة بتضحك. شوي اي شادو بيجي بعيني، لابسة بيج. شيء انه يعني فيكم
بدكم تقولوا حاطة ومو حاطة؟ شموا ولادو والله علي صايرة أعرف حط أي شادو. يا الله عندي تصوير أعلان بهاليومين لازم يكون مخلصته، يعني آخر يوم معي يوم السبت، يعني بكرة لازم أو بعد بكرة ماكس يكون مخلصته. هو المفروض بكرة يعني، لأنه بده بياخد وقت شوي. وححط بقلب عيني بيجي، بدي اجرب هذا البيج، هذا البيج شو بده يبطل يطلع هلا ولا كيف بطل يطلع؟ هذا بس، لا هذا الفاتح، بدي احط البيجي الغامق. هذا كمان الفاتح، وريني هذول اثنين نفس الدرجة، بس في درجة اللي هي هاي يمكن كان البيج الغامق. تمام، هذا هو البيج الغامق، أغمق منه. سيدرا حطت أبيض بما أنه لبست فيه أبيض، أنا عم حط البيجي بما انه لبستي بيج. هذا كمان خليه هون، ولا ادلك عندي بالبيج بالابيض. شو صار في لا، هذا الكونتور البني الغامق. ماما نحن خالصين، نحن خالصين يعني جاهزين، we are ready. لما المسكرة طلع غير شكل، والله السيدرة ضحكتني، قال جبت لك شيء معي تشربيه. بركي عصينا على الطريق. انا نحن عصا، نحن قال مجرب ولا تسال حكيم. اوكي يا جماعه ادعوا لنا نوصل على بيت عصام ونور بخير وسلامه، عشان خاطر نطلع. احنا المفروض ما نطلع، حتى اصلا السياره المفروض ما تتحرك، بس انه يعني مشوار ما كثير بعيد قريب. منيح يا سيدة انك حسبتي حسابي. اوف كورس. يا جماعة انا بيت عصام بعيد عني تقريبا 8-9 دقايق، يعني كتير قريب. ففتحت هلا على اللوكيشن حاطي لي 17 دقيقة. الله يستر. احنا لا سمح الله انه هدول الجيبات وهيك صاير فيهم؟ ايه انا سيارتي لانه واطية على الارض سبور فيكم تقولوا، فانه ما بتتحمل هيك اجواء أبداً. او تمشي على المي. هلا من هيك عم تطلع طلعة؟ من تطلع؟ تقريبا 14 دقيقة لوصل. اول شيء قررت بدي اروح اعبي بنزين لانه السيارة يا دوب مشيني، فان شاء الله ما انقطع يعني. ان شاء الله ما انقطع بالمواصل، بس لا ان شاء الله وصل قبل ما يخلص بنزيناتي. هلا هن كم كيلو يا ترى؟ 3 كيلو يمكن هيك شيء، 4 كيلو. لا مو 3 4 كيلو، بدي تقريبا 10-11 كيلو لوصل. يا رب دخيلك. شوف هاي السيارة كيف عم ترجع، يعني العالم هلا شو عم تسوي؟ ما بتروح هيك على اليمين. يا ابن الله هلا جيت من هون. يا هاي السيارة على قد ما واقفة مسكرة الشارع. خلص عم تروح لليمين. ايه اضطر روح اليمين. تخيلوا الجي بي اس عطيه على اليمين، بس ليكوا شلون. شوفوا يا جماعة هيك ما، ولا لا حطلع من هنيك، ما رح اروح من هون. طلعي من هنيك اسرع ليك، روحي بعد الاشارة اطلعي على اليمين. بعد الاشارة على اليمين ما، او لا خلاص فوتي بالمي.
هيك قريبة قريبة. يلا فوتي فوتي. بسم الله يا ربي دخيلة. لا هي ولا شيء لسه. لا هي خفيفة. يلا اطلعي. بسم الله بسم الله. فعليا انا عم انصدم، يعني اللي مو طالع او اللي ما طلع من البيت بدبي عن جد ما بيعرف شو صاير برا. يا صح يا الله، عن جد حسيت حالي بفيلم. لا عن جد حسيت حالي والله العظيم هلا اشعر بدني انا الفيلم بالرياض اللي هو الشارع السريع. السيارات ما في بالشارع. بالشارع بالشارع يمكن من امبارح انا متاكده السيارات معطله. تخيلوا يا رب يدخلك. شوفوا يا جماعه السيارات شلون واقفه معاكس كمان. حتى الباص هذاك، حتى الباص هلا هون اشوى لسه. هذاك الشارع هون بكثير اشوى. يا هون عن جد واو. اما هيك حسيت حالي تعرفوا هذول الافلام تبعت الامريكا لما يخلص الحرب هيك. عن جد هيك هيك عن جد بحياة الله هيك. يا حرام الله يعوضهم. يا شوفي هذيك السترة اللي قدامنا وينها؟ لا مسكرين الشارع. يا سادري بالك. خففي 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 يا رب دخيلك. يا شوفي هذيك السترة اللي قدامنا وينها؟ لا مسكرين الشارع. يا سادري بالك. خففي 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 يا رب دخيلك. يعني انا ما فيني اكمل دغري. تخيلي لا بلا بدي اكمل دغري. لا روحي برا دينك السيارات. لازم اكمل دغري. لك وش هلا عم يرجعوا؟ لك عم يرجعوا يا الله استراد وعم يرجعوا برجوع. يا رب تخيلك. يا اسراء بجود لان يا اسراء هنيك الطريق مسكر. هنيك اخر شيء. ليكي كله ماي. العالم كله عم ترجع. العالم يلا روحي نعبي بنزين. خايفين نغرق هلا. الله وكيلكم نعبي بنزين. طب عبي ماي ما بزبط. عبي ماي بس هلا اذا غيرت حيتغير اتجاه الكازي حارجع على البيت. يا رب دخيلك. يا جماعة انا حبيت انا حبيت هيك انه كل واحد عم يعاكس. حبيت نزوة واحد عيفوت فيني وانا واحد عيفوت. يا الله بس انا جاي هيك معاكسة. لا ما بدي عاكس هذا الشارع دي. لا مو لهالدرجة يا امي مو لهالدرجة. انا قلت لك هلا بدي ارجع بدي اضطر. يا الله لك يا جماعة قريبا رح ننام بالسيارة اليوم او بجوز ما بعرف رح ننام بالشارع لانه اسراء الحمد لله مكمله لقدام وهنيك بحيره معاكسين عن جد معاكسين. يلا بنشوف هلا مين بده يطلع بوشي. حسيت امي انبسطت. عاكسي عاكسي رجعوا لورا. هذا اليوم يا رب يا رب ييسر معي يا رب. شو ما كان السواق يا رب ييسر معي. اي والله رجعوا رجعوا. بدي احط رباعي. يعني انا سيارتي حتطفى بنزين. لازم يراعوا مشاعري. لازم يراعوا مشاعري. خفف خفف خفف. لكو هذا معاكس وبقف الا عم يذمر. يا حرام بس لا يروحك هالباص. ديري بالك عم يذمر مشان يعني شوفوني شوفوني. ايه زمري زمري لهذا بس ما يروحنا. يا ربي دخيلك شو عم يصير افلام. روحي على اليسار. الحمد لله يا جماعة وصلنا على الكازية بخير وسلامة وبدون اي اضرار مع اني عاكست شارع. يعني فيكم تقولوا كان كتير ضيق بس الحمد لله نفدنا من اول يعني هيك مرحلة من اول محاولة. من اول محاولة فهلا عنا المرحلة الثانية. شو شايفين هاي السيارات كلها واقفة. حتى الاشارات حتى الاشارات موقفة. اشارات المرور الله يستر. قلتي عم يسلموا على بعض ما في شيء. يا الله عملوا لي رجعي لانه المي مجمع على ايدي. ما في مي. لا والله نزلوا هيك عم يسلموا على بعض بس. هنيك المي والله هي الحمد لله هي اللي عرفتي. طب باخذ اقصى اليسار. اقصى اليسار ما هو الاقصى يسار المعبى مي. اذا الجيب ما عم تمرق بدك سيارتك السبورت تمرق تغرق. يا غرقانه والله العظيم البي ام غرقانه. جاي حبيبتي لك غرقانه البي ام. هي بي ام هي بي ام كمان يعني. جاي. ايش يعني ماي مرسيدس؟ لك قصدي انه يعني كمان نفس سيارتك سبورت. ليكو انا بدي امرق تمام؟ ليكو لا لا لا. لك ما فيك تمرقي يا حبيبة قلبي ما فيك يعني. شوفوا حفرجيكم حفرجيكم شوفوا. شايفين شايفين؟ بس غرقان البي ام. غرقان البي ام؟ انا سيارتي بتسبح بس بدي افوتش. بس بدي شوية جيس. انا امي كان المفروض احزن شو نعمل؟ نجيب انا فوتش. لا كان المفروض روح بالجيسكي لعند ايسو شو بالسيارة.
جيسكا عن جد والله شكله حيرجع على البيت يا جماعة. هذا والله نزلوا يسلموا على بعض. لك شفتي شلون؟ يا